هي إنسان هسا الموجود مقيد في التين ده لما كان إحنا نتغير أتمنى طبعا بنخرج في الطبيعة بتاعتنا الإلهية. عشان كده قال الناس اللي هم أحيانا لما ربنا يجي بيت نجوم الأموات كان إحنا أوتوماتيكلي بيكام إن هو تشينج عن كلنا حنطير زي البلد. What kind of force, what kind of, you know, character or identity that we have at that just specific time? They have to know in Tabia and they have a beginner. I have no book that they have to take. But man, you know, we are not human self world. They are beginner living beings. Living beings. Created in the God, in God's own image. She came up and I'm going to go there now and I'm going to go there now. They are not going to be here. 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 No. الشكل الروحي لنا كائنات روحية حية في طبيعة الله وكنا موجودين شنو مع الله. هللويا هللويا. You get this guys? You get this? فخلينا هنا لما نعرف الستة بعد لما نزل أي زول بموت لأن الموت هو نتيجة الخطية ونتيجة الخطية بس هو غوبة وغوبة انتهت مع شنو سب يسوع المسيح. يسوع لما جمع خير شنو على غوبة. الإنسان بقى يموت ليه؟ لأنه هو أخطر ونتيجة الخطية خلى الإنسان يموت. ربنا قال خلاص هيجي يشيل اللعنة ده هيوقف حاجة. عشان كده بيجي في حاجة اسمه أبدية. لما نقول لك أبدية الله يدينا كيف أبدية زي إحنا محدودين ومنتهين كيف يدينا أبدية؟ Even those who are dead in the head they are eternal. They will be in a punish eternally. Hallelujah. حتى الناس في جهنم برضه عندهم شنو؟ عندهم برضه أرواحهم ما هيكون حي إلى الأبد لكن هيعذبوا اللي شنو؟ إلى الأبد. ده different كتير من هنا هنكون أحياء مع ربنا هنفرح مع ربنا للأبد وزي ما قلت في جهنم هيعذبوا شنو؟ للأبد. معنى ما في حاجة اسمها أصلا الموت. In reality there is not a goal just for humans. Hallelujah. في الواقع ما في موت للإنسان. أما حياة أبدية أما عذاب في جهنم. Put this clearly in here. ما في حاجة اسمه موت للإنسان. If you go to the media or if you go to these people trying to prove the existence of God, they have shown us that they didn't just come up with the Bible. They have no more chapters in Iraq. Even the, you know, the secular doctors, they didn't have a thing. I'm going to test. They have a test. They must have come to see a curriculum. The boy who is old, 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 لقد انهم physically اجلسوا كانت هكذا لكن هم already كارواح وقلت في محل ثاني خالص. المشى في جهنم والمشى وين كان مؤمن لقوا مشى لقى مشى السماء ولقوا ملاك هنا بقى يحكوا ستوريز. ده ستوريز ما بدا الناس اللي بيعملوا يعني برسمه لا الدكاتره نفسه بيعملوا ده خبز يعرف حاجه لهذا اسمه ما وراء الموت في شنو. الدكاتره جاب انسس اسمه شنو؟ You know, similar answer. God, you know, the conscience of the life. There is conscience of the life. You know, but man, you know, at the same time, when here you go, this is what you do. Who done the rope that is the bit? We show Hallelujah. They are only here to go to the al abadiya. My Yeshua al Masih or my Iblis. I think that's the moment of Yeshua al Masih. That God told him to come to the sky. We look at him, travel, travel to the sky. We look at Yeshua al Masih. We show things all the ways far away. القادر الموت في خطية تلقى طوال مسلم إبليس مشى مع الشيطان هنا بيعذبوه. في واحد بيقول شنو؟ رسالة اللي قريتها تلقى قصة بتاعت قصة هاي زول هو ناي ما مات زول هاي يعني ما مات ولا كان هيرو هو ناي ما مرة بتاعه دي سيكلوس أنا ده ما عندهم يعني نام ما مرة بتاعه بس إبليس هو اللي يقول ده شالو ده اللي روح بتاعه ده روح بتاعه شالو ده اللي هو ده دي جهنم أنت عم تقول له حصل ده شنو؟ فهو قام من السرير قام من السرير جانا من الهوضة لما وقع في محل كتشي هناك وقال يصرخ قال كويس خلاص روح بدور ورا ثانية بس روح بدور ورا خلاص لقى نفسه في جهنم يلا لما قال شعره بس قال جلاله دي هو هناك وفرة شاف بينا بجد قال لي كائنات عجيبة جدا كائنات أو أرواح شريرة وقاعدين يعملوا شنو شايلنا هرب وبيحددوا وبعدك هو لقى نفسه في النار نار بيحرقه ولقى ناس تانيين بينات قال مودين في جهنم قال الجسم لهم كله بالتاه لهم الخليقه ده بالتاه لكن زول صحيح ما في موت لهم ده كله بيمشي برا وكان في ديدان في حشره كده قال بخش في الجسم الانسان بتابع لهم الجسم لكن زول ده لسه حي ده التاريخ اللي ماشي بيجي من المحل ده شهادات الجسم ده كلها جايه فرجعوا جوا هنا في تعالى قال كله قال بس دير النقطه بتاعت المويه بس نقطه واحده بس دروب اوف ووتر قال عشان بس بالنقطه بس لسان بس لسان بس ما حاجه ثانيه الجسم ده كله خليه واحده بس دير اللسان قال ما في دليل فقال قبضه وهو قاعد هناك هو قاعد يحرق النار الطرف بتاع الحيطه قاعد يحرق بيقول له
الجحر ولما اخترق قال عشان هو يتنفس قال عشان تقدر تتنفس في هناك في جهنم ما تقدر تتنفس زي النفس بتاعنا تجيله تطلع قال انت بتجيله بس مره واحده تجيله حبه بس تحاول تطلع لو بدك تكون ثاني بيبقى لك صبر ودور كيف نفس تنتع نفس ونص تجيله حبه ثاني شنو؟ تعمل فيك نفس قال يعني زي ما قال استرشاق بتاع زوج شنو ده يموت يعمل شنو؟